في جامعة القاهرة تقرر تدريس مادة بعنوان الأخلاق والقيم الإنسانية وبقت شرط للتخرج من الجامعة، عشان كده كاميرا اتفرج قررت تنزل عشان تسأل الطلبة إيه هي الأخلاق اللي علمتها لك الجامعة ومتوقع تكون في الكتاب، وإيه هي الأخلاق اللي إحنا مفتقدينها وهي دي اللي محتاجين نتعلمها. تعالوا نشوف قالوا لنا إيه. أخلاق؟ مفيش فيش أخلاق. ممكن تكون مثلا سلوكيات النظافه، الولاد والبنت يروحوا يجيبوا بيبسي وشيبسي ومش عارف ايه، وبعد ما ياكلوا ماشي، المفروض حاجاتكم دي تحطوها في سله. ما اتعلمتش اخلاق جديده في الجامعه عادي. الاخلاق اللي اتعلمتها في الجامعه ان انا ازاي ما احضرش محاضرات، ان انا ازاي انام في المحاضرات. لا انا ما اتعلمتش حاجه في الكليه، ما اتعلمتش اي اخلاق في الكليه الصراحه. انا من ساعه ما جبت اخلاقي باظت والله. الاخلاق دي اصلا بتبقى في البني ادم ذات نفسه، يعني ما فيش حد بيتعلمها، يعني هو ايا كان البيئه بتاعته، البيئه بتاعته هي اللي بتحدد اخلاقه بتبقى عامله ازاي. الكتاب ده ممكن لو احنا عايزين نعلم حد مثلا حاجه يبقى اكيد نعلمهم سلوكيات مثلا ان هم يحافظوا على المكان اللي هم فيه، ينموا عندنا مهاره الابداع بحيث ان احنا ننقل الاعلام من المرحله اللي هو فيها لمرحله اكثر تطورا. تعاون، ان احنا نحب الغير، بلاش بقى حب النفس والحاجات دي. صاحبه تحترم صاحبتها وصاحب يحترم صاحبه. احنا نحب الناس، ما يبقاش في كره مثلا، ما يبقاش في حقد بين الناس. عايز اتعلم مهارات اكتر من الكليه في المستقبل.